للمرة الأولى في تاريخ كرة القدم ستقام مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات القارة الأسيوية المقررة في 29 من شباط بتوقيت واحد بناء على قرار صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. وكانت لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي قد رفضت بادئ الأمر العمل بهذا المبدأ نظراً للفوارق الكبيرة في التوقيت بين دولة وأخرى، معتبرة بأن هذا المبدأ لم يطبق في تصفيات سابقة على الصعيد القاري، لكنها عادت ورضخت لقرار الفيفا الذي أكد بأن هذا الأمر سيعتمد في الدور النهائي الحاسم أيضاً، بحيث يلعب منتخبنا الوطني ضد نظيره الإماراتي في دولة الإمارات تزامناً مع مباراة الكويت وكوريا الجنوبية في دولة الأخيرة. فهل صحيح أن التعديل في التوقيت مؤامرة على المنتخب اللبناني لإبعاده عن التصفيات الأخيرة؟